رحب بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. دلوقتي بقى عندنا 110 أتوبيس بيعمل بالكهرباء، ودول هيتم توريدهم لهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية. ده غير تحديث أسطول النقل بالمحافظتين للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار، وهو ده اللي بيتماشى مع توجه الدولة في التحول للأخضر، وبيتزامن مع تنظيم مصر لمؤتمر تغيرات المناخ كوب 27. تعالوا نتابع التقرير التالي. عقد اتفاق مشترك وقعته وزارة التنمية المحلية مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي والهيئة العامة لنقل ركاب بالإسكندرية من أجل شراء 40 أتوبيس كهربائي محل الصنع بمواصفات وجودة عالمية، والذي يعد أول أتوبيس يعمل بالكهرباء يصنع بالكامل في مصر. وتم توقيع الاتفاق على شراء 40 أتوبيس كهربائي بإجمالي تكلفة 194 مليون جنيه. يضاف إلى ذلك اتفاق آخر تم توقيعه مع هيئة النقل العام بالقاهرة لشراء 70 أتوبيس كهربائي باستثمارات تقدر بحوالي 323 مليون جنيه. وبذلك يصبح إجمالي عدد الأتوبيسات التي سيتم توريدها لهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية والتي تعمل بالكهرباء 110 أتوبيس. بجانب الأتوبيسات الكهربائية، تعمل وزارة التنمية المحلية على تحديث أسطول النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار بالشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي، وحيث يبلغ عدد الأتوبيسات التي سيتم تعديلها 2262 أتوبيس بتكلفة إجمالية 1.2 مليار جنيه. وتم الانتهاء فعلياً من 150 أتوبيس ودخلت الخدمة، وذلك من أجل تحقيق الاستفادة المثلى اقتصادياً من ثروات مصر من الغاز الطبيعي وتعظيم القيمة المضافة منها وترشيد استهلاك السولار بجانب الحفاظ على البيئة. دلوقتي بقى عندنا زي ما شفنا في التقرير أتوبيس بيعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية، مكتوب عليه صنع في مصر. تفاصيل أكتر هنعرفها عن الموضوع ده من خلال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة. صباح الخير يا دكتور. أهلا وسهلا أستاذ أحمد، صباح الخير على حضرتك وعلى أهلنا في محافظات مصر كلها. يعني خطة يا دكتور بتتماشى مع تحول مصر للأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية، عاوزين نعرف من حضرتك يعني ملامح هذه الخطة في إعداد جيل جديد من الأتوبيسات الكهربائية. يعني خليني أقول لحضرتك بالفعل يعني مميزات الأتوبيسات دي إن التصميم بتاعها عصري، بتصل نسبة المكون المحلي فيها لحوالي 60%، وده بيأكد على استهداف الدولة المصرية لنقل وتوطين التكنولوجيا، وخاصة أن الأتوبيسات الكهربائية دي فندم زيرو إيموشن، بمعنى ملهاش أي حمل بيئي سلبي، ما فيهاش ثاني أكسيد يعني انبعاثات من حرارية أو ثاني أكسيد كربون أو غيرها. وبالفعل إحنا مجربينها في الإسكندرية بانضمام 10 باصات موجودين بيشتغلوا بالفعل ومحققين جدوى، وفي القاهرة برضو نفس الشيء في باص بيعمل بهذا. طبعا هذا الاستهداف ان احنا يكون عندنا في اسكندريه 10 اتوبيسات، اللي بيعمل حاليا في الوقت الحالي كام في القاهره؟ في اتوبيس نزل الخدمه في القاهره، انما طبعا احنا المستهدف 110، متعاقدين بالفعل على 70 اتوبيس للقاهره و40 اتوبيس جديد ان شاء الله للاسكندريه. تبلغ سرعه الاتوبيس 70 كيلومتر في الساعه، الشحنه الواحده للتشغيل بتبلغ من 300 ل 350 كيلو متر. طبعا في يعني واي فاي، في يو اس بي، في يعني الهيكل بتاعه هيكل عصري، تقليل انبعاثات كربونيه، طبعا لا يوجد ضوضاء او حراره، وبالتالي انت هنا بتتعامل مع تكنولوجيا جديده. في نفس الوقت اهم شيء في هذا الامر يا فندم، وزي ما اكد معالي الوزير اللي هو محمود شعراوي وزير التنميه المحليه، ان احنا هنا في شراكه ما بين الدوله والقطاع الخاص هنا بنظام التريبل بي اللي هو نظام المشاركه.
وهنا بهذا الشكل طبعا هذه الباصات هيكون باذن الله هتكون موجوده في للعمل كمان في مؤتمر المناخ كوب 27 اللي هيعقد ان شاء الله في نوفمبر القادم في مدينه شرم الشيخ. وبالتالي كل هذا الامر يعني هيعلن عن ان تكون المحافظات المصريه محافظات مستدامه، وبالتالي انت هنا حضرتك بتحول كل الممارسات اللي من شانها بتقلل الانبعاثات الحراريه الى ان تكون يعني مدن خضراء بدءا من الاعلان عن ذلك في مدينه شرم الشيخ. طبعا وده يا دكتور اللي بياكد ان عمر الدول المتقدمه ما كان بحجم اقتصادها فقط، لان احنا بنشوف دلوقتي اوروبا بتلجا مره اخرى الى الوقود الاحفوري والى التشغيل بالفحم بعد ازمه الطاقه، في الوقت اللي مصر فيه يعني عازمه على تحقيق فكره الاقتصاد الاخضر وتقليل الانبعاثات يعني كافه اشكالها بشكل عام للحفاظ على البيئه، وده دورها وهي اول دوله ملتزمه بده بالتزامن مع عقد مؤتمر المناخ. لكن عاوز اعرف من حضرتك المستهدفات بقى في الفتره الجايه للمحافظات المختلفه، احنا اتكلمنا على القاهره واتكلمنا على اسكندريه، ايه المحافظات الثانيه اللي هتدخل؟ بالفعل يا فندم لو جيت حضرتك بصيت على يعني زي ما بنقول كده بالنسبة لتطوير منظومة النقل العام بالقاهرة الكبرى، طبعا القاهرة الكبرى بتغطي القاهرة والجيزة والقليوبية زائد طبعا منظومة النقل في هيئة النقل العام في الأسكندرية. احنا بدءا من هذا وذاك هنبتدي ان شاء الله بالقاهرة الكبرى والأسكندرية، ثم بعد ذلك كمان معانا المحافظات الساحلية والسياحية زي البحر الأحمر وغيرها وجنوب سيناء وغيرها، بحيث أنه يتم هذا في على مراحل. وخليني أقول لحضرتك أن مجهودات وزارة التنمية المحلية على أرض المحافظات المصرية خلال 8 سنوات من حكم سيادة الرئيس تم صرف على منظومة النقل 6.5 مليار جنيه مصري لرفع كفاءة وتطوير منظومة النقل. وخليني أقول لحضرتك شملت شراء 1800 أتوبيس جديد، رفع كفاءة وتطوير عدد 156 قطار ترام مفصلي، شراء أتوبيسات بالكهرباء. هنا احنا بنتكلم على تحويل الأتوبيسات التي كانت تعمل بالسولار إلى الشمعة السوداء إلى تعمل بالغاز الطبيعي شمعة بيضاء. طبعا ناهيك كمان عن رفع كفاءة وعمارات جسيمة لعدد يزيد عن 1500 أتوبيس إلى غير ذلك من هذه الإنجازات اللي تمت على وفي الحقيقة دكتور خالد يمكن فكرة تطوير منظومة النقل في مصر يعني هي يعني أمر أصبح يعني يتم رؤى العين، ويمكن كنا لسه من تقريبا شهر بصدد افتتاح محطة عدلي منصور التكاملية، وشفنا أول وسيلة نقل بتدخل للعاصمة الإدارية الجديدة القطار الكهربائي الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة، ده غير المونوريل، شفنا في شغل حقيقي بيحصل على الأرض. لكن في العام الحالي تحديدا الخطة عندكم ليها أكتر من مستهدف، الهدف منها تدشين كام أتوبيس في المرحلة الحالية والمرحلة التالية هيكون كام؟ يعني احنا قلنا 70 أتوبيس هيوردوا إلى القاهرة و40 أتوبيس هيوردوا إلى الأسكندرية، ده بشراكة استراتيجية مع وزارة الإنتاج الحربي وشركة وسائل النقل الـ MCV وإحدى شركات القطاع الخاص. وده هنا بهذا الشكل يا فندم احنا بنرفع من القدرات التصنيعيه والتكنولوجيه بتاعتنا. وخلينا اقول لحضرتك احنا كده هنوصل ل 300 اتوبيس، ثم بعد ذلك يعاد طبعا انتشارهم في المحافظات المصريه باذن الله تعالى. ان شاء الله. الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنميه المحليه والمتحدث باسم الوزاره، بنشكر حضرتك يا فندم. وفي الحقيقه زي ما شفنا كده في الصور اتوبيس حضاري، اتوبيس يليق بمصر والمصريين، وصديق ايضا للبيئه.